اليوم ان شاء الله غادي نديكم معايا لواحد البلاصه اللي ناضيه بزاف بزاف منكم ما تيعرفوهاش. الناس اللي كيمشيو لتوبقا للنيشان ما تيشوفوش هاد البلاصه، وهي شلالات ايبير. كاين واحد الشلال كبير تما كيطلعوا ليه الناس، اكثريه الناس ديال الفيلاج. انا والله ما كنت عارف، وضربت فايت جيت ايبير وضربت لاك ايفني، يعني طلعت تروفيج وهبطت لاك ايفني، والله عمري سمعت بالشلالات ايبير. المهم حنا في البلاصه بالضبط اللي كرينا فيها فوق هذه بشويه، اي واحد 200 متر غتزيد غتلقاها. شوف الاخوان كتفيق تشوف هذا المنظر وهذا الخضور، وباي ذا واي هذاك هو الجامع الكبير اللي كاين في إملين. وهذه البلاصه بالضبط هي فين كتاخذ الكيد باش انك تمشي لشاماروج يروفي شتوكا لاك ايفني، يعني اي بلاصه تما خصك ضروري تاخذ كيد حيت ولات اوبليغاتوار. والحاجه الغلط الوحيد ما ديروش اللي جيتي بوحد كل جوج الناس، ضروري سيروا دخلوا مع شي جروب، حيت هما راه كلشي غادي لتما، كلشي غادي لشاماروج، كلشي غادي لروفيش، كلشي غادي اكشيريا طالع لتوكا، الو خسرت تخشى معاهم وتيزي معاهم وتمشي بها خير رخيص تماما. بدينا الطريق ديالنا للشلالات ديال امبريل. بالنسبه للتوقيت اللي تقدر تضربها من الامبريل للشلالات شي ساعه ساعه ونص على حسب واش انت غادي بزربه ولا بشويه. وبالنسبه للناس الكبار اللي ما تيقدوش يطلعوا في الجبل يقدوا يكريو هذا البغل، وراه تيطلع معاهم شي سيد ما عرفتش شحال الثمن بالضبط، شي 50 درهم واقيله، ولكن كتطلع مرايح حتى للفوق باخر. اكبر غلط اللي درت انا هو انني قلت صافي راه غير الشلالات قريب ساعه ديال المكان نمشي في صباح الصباع، وداك الشيء اللي طرا مشيت والله تتكرفست بزاف رجليا، حيت راك عارفين الجبل طالع هكا، ومن بعد ما كتبقى تزق لك الصنداله ديال الصباع راه كتعذبك. ما كاينش ولا بدينا كاين نجيب سبرديه انا واش عذبتي راه كتعذب وكما كتشوفوا هادشي كامل اللي ورايا فوق مني كامل شجر ديال القرقاع، عاطي واحد الجماليه ناضيه ما عرفتش علاش، حيت كامل كابر وفوق منك فهمتي، كلشي داير داك بالشجر بلان ناضي. وانتم طالعين الشلال كتلقاو واحد البلادات كيبيعوا واحد التوت كيخشيوه في العود وكيبيعوه بجوج دراهم بالرجوله، اللي مشى لتما سيبورتي الدراري فهمتي، حيت راه كيبيعوا شريو من عندهم وسيبورتيهم بالرجوله. والله الا كنبغي نحبس الكاميرا ما نصورش، ولكن كنشوف شي حاجه خصني نصور. عجبتني ديك الطريق بزاف، كيفاش باقه بسيطه فهمتي، مصوبها بديك الحجر ديال ديك الارض، وطريق مقاده بحال اللي مقاده على الناس. وحنا غاديين وكنقربوا للشلال تلقينا واحد السيده تما اللي كتبيع ديك الخبز ديال تفرنوت، ها كيفاش كيصوبوه وداك العافيه فهمتي، واحد الريحه ديال الخشب عرفتي، راه اكيد انكم شميتوه، واحد ريحه الخشب عرفتي واعره وريحه الخبز. كنا قلنا صافي تنهبطو نعاودو ناخذو من عند الخبز، ولكن ما كتبش حتى عرفتي باش هبطنا، والصف اقسم بالله للصف عرفتي قدو كتاش، والناس شادين النوبه ما قدرتش نشد النوبه كامله، هبطنا مشينا في حالنا حتى لابخي ديك السيده مسكينه اللي جالسين عندها في لوبيرج هي اللي جابت لنا الخبز وراتو ليه، عندها كاتيب فهمتي مكتاب لينا ناخذو فابور. ومن بعد الطريق تولي ساهله حيت كتولي مسرحه شويه وانت غادي وكتستمتع، راه هذا هو البلان، داك البلان اللي عجبني اقسم بالله ما عجبنيش الحال باش توصل للشلال، عجبني وانا غادي للشلال حيت عرفتي راه واعره. صافي شكرت لكم هادشي بزاف، صافي ما تجيوش لإبليل. وصلنا للشلال ديال إبليل وصافي، ما اصلا كنا باقيين مفاطرين، جانا الجوع مشينا نقلبوا فين نفطروا باش ابخي نهبطوا نضربوا شي عويمه في الشلال. نصيحه وحده اللي غنقولها لكم، ما تمشيوش لإبليل في شهر 8، اصلا ما خصكمش تسافروا في شهر 8، راه كتعرفوا كيفاش كتكون الدنيا، ومع تيكون الناس بزاف تيكون طالع و حتى الاثمنه تيطلعوا بزاف. شوفوا شحال ديال الناس اليوم كاينين في الشلال، وكيف غندير معاهم انا ما عرفتش. بدات كتصب الشتا والناس بداو كيمشيو، اقسم بالله فرحت بزاف قلت واخيرا غادي نعوم. ما ماشي زعما تنقول لك انا راه معمر الدنيا، راه انا معمر على واحد اخر، يعني ماشي تنعاير داك الناس حيت هما معمرين الدنيا، راه ما عندك ما دير، كلشي باغي يصيف كلشي باغي يستمتع الله يسهل عليهم. ايوا حنا نخوه اليوم بعد شهر 8 ماكسيموم الناس يسافروا
فهمتي بحال انا دابا انديبوندون ما خدامش زعما شي سوسيتي ولا شي حاجه اللي فيكس انديبوندون نقدر نبقى نسافر حتى شهر 9 شهر 10 ترونكيل مع راسي تكون الدنيا خاويه بيجي قليل واخا تعوف في الشتا ولكن يعني فهمتي في سبيل انك تكون فهمتي بوحدك في الطبيعه صافي بداو كيمشيو بشويه بشويه نقصوا الناس ولكن كيبان لك عاوتاني واحد الجيش جاي عاوتاني وعمرات عاوتاني البلاصه صافي البلان اللي قلت راه ما نقدرش نعوم تما عامره بزاف الاخوان قلت غادي نطلع الشلالات للفوق حيت كل ما مشيتي هكا كل ما كتزيد تبعد وكتصعب الطريق يعني صعيب يطلعوا الناس الاخرين اوكي ليتس جو نطلعوا للفوق ونشوفوا واش نقدروا نلقاو شي بلاصه اللي خاويه نعوموا فيها ولا والو باش طلعت من بعد جاتني الطريق شويه صعيبه حيت الصندلي كانت غتفزك ورجلك كانت تخرج هانتوما كما كتشوفوا راه طحت هنا المهم ماشي مشكل في سبيل نلقاو شي بلاصه اللي خاويه ضربنا واحد الطريق شويه بزاف ديال الستاجات واخيرا وصلنا لهذا الشلال صور معايا الناس في الفلوج من والله حتى دابا هذوك اللي لتحت هما الناس عارفين باش يلقاو الخوا ومن هربوا يلقاو الخوا لقاو العموريه بصراحة هو كان عامر وفهمتي صافي قلت غادي نهبطوا دابا للشلال التحتاني ان شاء الله غادي نلقاو اخوه باذن الله ومن بعد رجعنا للشلال الكبير مع برد الحال بدا تيخوه يعني صافي هذه الوقيته باش نضرب العويمه ديالي عرفتي الماء وراه كان بارد بزاف راه شي حاجه اكثر من البروديه ومشيت لاقشور في شهر واحد عملت فيه في شهر واحد والله ما جاني بارد بحال هكا المهم من بعد صافي بقيت داخل بغيت ندخل تحت من الشلال عرف شو الاخوه مش كتدخل تحت من هذا الشلال راه ماشي هو الشلال اللي هابط من هنا اقسم بالله بحال القرطاس بحال الحجر بحال الصمت يهبط لك على راسك طق طق عرفتي مع دخلت بحال هكا ضربني واحد الطور نرجع عاوتاني كنقول مالا واش هذوك يشيروا عندنا بالحجر ولا لا راه حيت عارف الاش دوزون باش كتهبط عليك بحال هكا راه حجره راه عليها الناس باش كيبغيو يتلاحوا في شي بلاصه اللي ملعلو كبير تيلوحوا شي حجره باش كيفرقوا داك الاش دوزون كتشتت كتفرق راك عارف ومن بعد تيتلاحو تيقدو يدخلو بسهوله حيت راه هي كتبقى تشد بحال هكا راه على طفشي تصميك على الماء راه تمنوز راه بحال تحتي على الحجر بقيت تندخل تحت من الشلال عرفتي كندخل المره الاولى اقسم بالله غنطوش يضربني والحجر في راسي بقيت تندخل المره الاولى المره الثانيه صافي ولفت وانا نزعم بقيت تندخل عادي تندخل تنستمتع خليكم مع الفيديو كاشي الاخوان كديرات تما راه واعره اقسم بالله راه ما يمكنش واخا كان عامر نسيت ديك العموريه وبقيت صافي عايش اللحظه ومن بعد هبطنا من الشلالات وقلت نفد القهوه اللي ناضيه بزاف علاش ناضيه حيت بسيطه دير فيها تفرش مفرشين في الارض والطويبلات وكتجلس طرون فهمتي تجلسوا العائلات بحال هكا تنشطوا والله حتى واعره بزاف جات مقابله مع الدرك الملكي راه ملي كيحطوك الطاكسيات ملي كتجي من مراكش كيبان لك الدرك الملكي هنا وهي كاينه هنايا ناطية بالجد ضربنا فيها برد تاي ب 15 درهم وقيلة طلع عرفتي شحال وصلت الكاميرا الله تنوريكم بالله فين هو التليفون شو شحال لقيت راسي صورت شو شحال 47 دقيقة الفيديو اللي فيه 7 دقائق انت كيفاش راه حطاني هادشي ياك الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نمشيو لشامهاروج ومشكلة باغ كيوريزيتي مشينا دخلنا لفوق شامهاروج عرفتي كنسمعوا شي غوات وشي طقوس تما غريبة بزاف كنسمعوا الغوات دابا انا في هاد البلاصة عودوا بكلمة الله تما تمشي راه كامل العوافي وانا كيديروا الذبايح وداكشي استغفر الله العظيم
واه تدخل على البلاصه ليل. ومن بعد لقينا واحد الشلال، لا شلال سري كاين تما، عرفتي ضربنا في واحد العومه ناضيه. هادشي كامل غتشوفوا في الفيديو الجاي. تابوناو ديروا لايك باش يوصلكم ان شاء الله الفيديوهات الجايه. المهم هادي زغلوله الاخوان، راه كبرات راه كانت صغيره قد هكا 3 شهور شو قداش من الدخول حيه.